اهلا وسهلا بحضراتكم بالجديد، وبالتاكيد نروح بسرعه بقى لمشاركات الجماهير على الرساله اللي كنا طالبينها منهم يوجهوها لميار شريف لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر. بالتاكيد اللي عملت انجاز كبير النهارده في التنس وتحديدا في رولان جاروس امام اللعبه التشيكيه المصنفه. ابدا اول حاجه بالملاك البريء، بدايه جيده بالتدريب والتركيز ان شاء الله القادم افضل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. خالد دمهران الف الف مبروك ولكل مجتهد نصيب، وان شاء الله من نجاح الى نجاح عظيم. ربنا يوفقك في اللي جاي كابتن ميار، وكلنا فخورين بيكي، وان شاء الله اللي جاي افضل. دي كانت اطلاله سريعه كده على مشاركات الجماهير والرساله اللي حب يوجهوها لميار شريف لاعبه النادي الاهلي واول مصريه تشارك في الادوار النهائيه في بطوله رولان جاروس. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.